معانا خبرين وهنبتدي معاك على طول. معانا خبرين النهارده، خبرين مهمين. 5 سباحين في النادي الاهلي بيشتركوا مع منتخب مصر للسباحه في بطوله العالم المقامه في كوريا من فتره، من 21 ل 28 يوليو. 5 سباحين، احمد اكرم وعلي خلف الله ومحمد سامي ميشو وساره سليمان وهانيا مورو. هانيا مورو بتشترك في بطولتين العالم، واحده سباحه قصيره وواحده سباحه طويله او السباحه المفتوحه في المياه المفتوحه. ان شاء الله باذن الله كل امنياتنا طيبه ليهم بتحقيق ارقام وتحقيق مراكز ان شاء الله متقدمه في بطوله العالم، لان هم فعلا جيل يحترم في السباحه، محققين بطولات كثيره وانجازات كثيره في السباحه المصريه في السباحه القصيره بالذات.